محمود علي، اسكندرية، شغال في مجال الطباعة، عندي مطبعة صغيرة. فتابعت الصفحة على الفيس وجاتني من هنا، جات لي فكرة اللي انا اخش في مجال الصيانة حتى لو لنفسي مش لحد تاني. واتصلت بيهم من عن طريق الارقام اللي موجودة على الصفحة. تواصلت مع باشمهندس محمد السني، خد لي ميعاد كان بعديها بكام يوم، بحوالي 3 4 ايام، وفق لي مجموعة دخلت معاها عددها صغير، كنا كلنا على بعضينا 4 افراد. كل اللي اعرفه ان المكنة تحط لها ورق بتطلع حاجات مطبوعة. كنت بخاف اجي جنب الشيسات والكلام ده كله، بقيت اعرف احل الكفرات من اول الكفرات البلاستيك اللي بره، افك المواتير، افك الاكسات، اصلح الدنيا، اعرف الاكواد والاعطال والكلام ده كله. وكل الكلام ده موجود معايا في كتالوجات وفيديوهات هم عطينوها لي، حتى عشان فيما بعد ما فهمت الصيانه في حاجه عطلت معايا، بمعنى اصح اللي هو الدعم الفني بعد الكورس. تقييم المكان ناس كويسه الصراحه وناس محترمه، والمكان نظيف والمكان كويس وكل حاجه، وطريقه الشرح وطريقه التعامل كويسه. تسال مره، تسال اتنين، تسال المليون، هتلاقي اللي بيرد عليك وبيقول لك حط بيه في المكان الصح. بنصح اي حد طبعا، حتى لو انت هتخدم نفسك وهتصين حاجتك لنفسك مش هتصين حاجه لحد، انك تتعامل معاهم. وبعدين انت هنا هتتعلم كل حاجه عن مجال الانك جيت عامه في المجال اللي انت عايزه، سكان اتش بي او ابس، من اول فك الكفرات لغايه التسليك. وعندهم التسليك مثلا عن طريق جهاز حديث، وبيجي بتتعلم كل حاجه من اول الف ب. معنى صح، تكلفه الكورس مش كبيره قوي ولا الكلام ده كله. لو جينا حسبناها، انت بتروح مثلا تصاين عند المهندس بمبلغ وقدره، تقييم الصراحه ممتاز والمعامله كويسه من اول يعني اصغر حد لغايه اكبر حد، التعامل كله كويس ومحدش بيبخل عليك بالمعلومة. يعني انت اول لما دخلت المكان في العموم كان في سلبيات، ان انت اساسا داخل على حاجة انت مش فاهمها، بس السلبيات اتحولت لايجابيات. انت بقيت بتعرف تتعامل مع المكنة من اول ما بتحط الورقة ومسارات الدرج والحاجات دي كلها، فكل دي ايجابيات انت اتعلمتها ما كنتش بتفهمها وانت واقف شغال قدام المكنة.